المحاكمة اللي كنا كنتمناو باش اليوم الدوز ديال السي إلياس المالكي الصديق ديالكم الأخ ديالكم والابن البار لمدينة الجديدة والمغرب والمغاربة العالم. وبالمناسبة لمغاربة العالم كنبغيو نحيو كل الجالية المغربية على التضامن ديالها مع هذا الشاب هذا خارج المغرب وداخل المغرب. أولا اللي بغيت نخبركم أنا هو أن الأغلبية ديال الناس اللي شكوا به عملوا ليه التنازل الحمد لله، هذا أولا. ثانيا هذا التأخير ديال اليوم ديال الملف هو بناء على طلب من إلياس المالكي، عنده واحد الظروف الصحية ديالو ما قدش يجي. أنا غادي نمشي نشوفه دابا الآن مباشرة بعد هذه الجلسة، غادي نزورو في السجن باش نتخابر معاه. والقضية ديالو تأجلات اليوم 19 يوم الثلاثاء. إن شاء الله الحمد لله اليوم الأمور وضحت، كل الناس اللي كانوا قدموا به شكايات سواء كأشخاص ذاتيين أو كجمعيات، الناس اللي شكاوا به سواء كأشخاص ولا كجمعيات عرفوا بأن بالنسبة لإلياس ما عندوش شي ضغينة أو حقد أو كراهية كما ادعوا في الشكايات ديالهم تجاه واحد القضية اللي هي كتهم المغاربة كاملين، واللي الدستور المغربي جعل منها قضية الشعب المغربي برمته من طنجة إلى القويرة ومن المغرب إلى أقصى نقطة في العالم. كل الأمازيغ للمرة الثالثة هم مغاربة بدون استثناء، والغيرة على الأمازيغية هي كتهم الجميع. إلياس المالكي إذا كان كيتكلم كيتكلم بعفوية كما كتعرفوه كاملين كالجمهور ديالو وكناس ديالو، وحنا عندنا ثقة كبيرة في القضاء ديال مدينة الجديدة، لا على مستوى النيابة العامة ولا على مستوى الرئاسة، وكذلك لا على مستوى الزملاء من هيئة الجديدة المحترمين اللي كينوبوا إلى جانبي، الأستاذ رابح والأستاذ صبري والأستاذ الزميل اللي من الرباط الأستاذ يوسف قربي وزملاء آخرين. يعني كنا كندير واحد المجهود كبير اللي كنتمناو أولا منكم جميعا الدعاء والصبر باش ربي يقدرنا كاملين ويجعل القضاء يمشي في الاتجاه. حنا الآن تقدمنا ليه بطلب الصراحة المؤقت بناء على التنازلات اللي حصلنا عليها. النيابة ديالنا شخصيا ما زالت مستمرة في هذا الملف عكس ما قيل، هنالك من كان كيحلم حتى انا الاستاذ زهراج ما نبقاش مستمر كمحامي عليه، ولكن انا محامي عليه اولا بتكليف من والدتي وابيه وصديق ديالو السي مروان وناس اخرين، ولكن انا هاد ولد انا تانا كمغربي كيعجبني وانا مع الشباب مع حريه الراي ومع حريه التعبير، ولكن معها في اطار القانون. ولدنا الا غلط حنا اللي كنصلحوه، ولدنا الا غلط راه راجل كيعتذر، ولدنا الا غلط في حق شخص او في حق منظمه قبلات الاعتذار ديالو. فرساله الى بعض الناس تنقول لهم اودي كفى من الشكايات وكفى من الابتزاز ديال هذه الاسره هذه. جزاك الله هذه العائله راه عائله درويشه، راه ما عندها ما تعطيكم، عطي الله سبحانه. هذاك الشيء وإلياس ماشي بهذه الطريقه تيخصنا نتعاملوا معه. إلياس وأمثال إلياس في المجتمع ديالنا خصنا نتعاملوا معاه بالحوار، شكرا، ونتعاملوا معاه بالنصيحة، والدين ديالنا الإسلامي دين النصيحة. أما نديروا شكاية بغرض إبقائه في السجن وكما تنقولوا بالدارجة نريبوه، هذا ما كيفيد حتى بحاجة، ما كيفيد لا البلاد ولا العباد. أتمنى من القضاء ديال الجديدة أن يستجيب لهذا الطلب ديال الصراحة اللي تقدمنا به، وكنتمنى في الجلسة ديال يوم الثلاثاء ان شاء الله اللي شخصيا ربما ما نقدرش نكون حاضر، ولكن غادي ينوب المكتب ديالنا بشخص الاستاذ محمد جاد زهراش الابن ديالي غيكون حاضر الى جانب الزملاء الاستاذ صبري والاستاذ رابح، يكون القضية جاهزة. شكرا. ولكن انا امنيتي ان إلياس المالكي يعانق الحرية اليوم قبل ان شاء الله. في الاخير قبل ما نختم بغيت نشكر كل المتضامنات وكل المتضامنين، اول كلمه، سواء اللي هنا في المغرب او خارج المغرب. والسلام عليكم.